موقع أنا السلفي. أنت الآن ألست مسلما؟ الإجابة نعم، أنا مسلم. هل أنت فعلا تعي معنى كلمة مسلم؟ هل أنت مستسلم وخاضع ومنقاد لله عز وجل في جميع الأمر، في صغيره وفي كبيره، في خاصة نفسك، في معاملاتك، في أخلاقياتك، في سلوكياتك، في أفراحك، في أحزانك، في بيعك، في شرائك، في مشاحناتك وخلافاتك مع الآخرين، في دعوتك إلى الله عز وجل، في بيتك، في طريقك، في سوقك، في كل مكان؟ هل أنت مستسلم وخاضع لهذا المنهج، للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة؟ أم أنت تقول أنا مسلم فقط، هذا مسلم صورة، هذا لا يمثل حقيقة الإسلام التي كان عليها الخليل إبراهيم وكان عليها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح؟ المسلم هو الذي يستسلم ويخضع وينقاد لهذا المنهج ظاهرا وباطنا، في الأقوال وفي الأفعال، في العقائد، في الشرائع، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات، في الأحكام، في الحدود، في كل شيء. هل أنت مسلم على هذه الشكل؟ إبراهيم كان مسلما، يؤمر بأوامر قد تكون فوق طاقة البشر، ولكن لم ينس كلمة مسلم، فكان يستسلم ويخضع وينقاد فورا لها. اسمع، لما كان من قومه مكان وصنعوا معه ما صنعوا، أمر أن يهاجر يترك ديار قومه، فهاجر إلى بلاد الشام ومنها إلى مصر، ووصل إلى مرحلة بمقاييس البشر قد ييأسون من الذرية، حرم الذرية حتى شاب الشعر وانحنى الظهر. وتأمل هذا الموقف، لكن لم ييأس من روح الله عز وجل، وكان ما كان من أمر سارة لما أهدت إليه هاجر ودخل بهاجر، وكان إسماعيل عليه السلام وأحبه كعادة البشر، كطبيعة البشر، لأن إبراهيم بشر في الحقيقة، ليس ملك، بشر، أحبه من أعماق قلبي، لأنه أتى على كبر وكان يأمل أن يكون وهب لي من الصالحين ليكون امتدادا للدعوة الله عز وجل. فلما أعطاه وأحبه، أمر من الله عز وجل أن يضع هذا الرضيع في ذاك المكان البعيد الصحيح، حيث لا جليس ولا أنيس ولا طعام ولا شراب، وبمقاييس البشر لا يقبل هذا الأمر أبدا. لكن انظر إلى المسلم، استسلم وخضع وانقاد وحمل الرضيع وأمه، انظر ووضعهما في ذاك المكان عند جبال فاران في مكة الآن، على تلك الحالة التي تعرفونها من خلال القرآن والسنة، ثم قفل راجعا مستسلما خاضعا منقادا لأمر الله عز وجل في وضعي في هذا المكان، وفي عودتي لإكمال المسير داعين إلى الله عز وجل في بلاد الشام. لا كما يقول المغرضين والمشككين، إنما لغيرة سارة وضعها هنا، أي هاجر، وإنما عاد يعني يكون مع سارة لكونه كان يحبها أكثر من هاجر، هذا كلام باطل. إنما عاد ليكمل المسير داعين الله عز وجل. فتنظر يمنة ويسرى، بمقيس البشر لا يقبل مثل هذا القرار. الله أمرك؟ يقول نعم، أو يشير برأسه، يومئ برأسه، فتقول إذا لن يضيعنا. هذا هو الإسلام، يأتي معه الفرج والمخرج والتشريف والتكريم، أي تكرم وتشرف وتعز وترفع بكونك مسلما مستسلما خاضعا منقادا لأمر الله، حتى لو كان كهذا الأمر الذي سمعتم. تخيل المعنى، أنت بفضل الله لم تؤمر بوضع أهلك في مثل هذا المكان ولا بما هو فوق طاقتك، فلا تكلف إلا بمقدور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلفت بما هو في مقدورك وفي استطاعتك، ومع ذلك أنت تتمرد وتتفلت، ويعني تقدم الشهوات والأهواء والعادات والأعراف والتقاليد والقوانين والأمور الدنيوية الأخرى التي لا تسوي شيء. إذن هل أنت مسلم؟